وسهلا بكم أصدقائي. درسنا لهذا اليوم من كتاب المفيد في اللغة العربية، التطبيقات الكتابية، الصفحة 18. إذن نبدأ على بركة الله. أستفيد: اسم إنسان، تلميذ. إذن هذا اسم إنسان، تلميذ. اسم نبات، شجرة. اسم حيوان، أسد. اسم جماد، كتاب. إذن هنا في هذا يعني حاولوا ما أمكن يوضحوا لنا أنواع نتاع الأسماء. مثلا الجملة كتكون مجموعة من الكلمات، تعرفنا على الاسم، وتعرفنا على الفعل، وكذلك تعرفنا على الحرف. وهنا يعني عطونا واحد التفسير أكثر على الاسم، فقد يكون الاسم اسم إنسان أو اسم نبات أو اسم حيوان أو اسم جماد. إذن كلهم كنعتبرهم أسماء. إذن أنجزوا على دفتري. أصل كل اسم بالبطاقة المناسبة. لدينا هنا اسم إنسان، اسم حيوان، اسم جماد. الجماد هو الشيء الذي لا يتحرك، مثلا يعني جبل هو جماد، حجر هو جماد، كتاب هو جماد. يعني الأشياء التي لا تتحرك هي يعني جماد. إذن وهنا اسم نبات. إذن لدينا هنا فراشة، فالفراشة اسم حيوان. إذن لنصل باسم الحيوان. إذن مريم فهو اسم فتاة، والفتاة هي إنسان. إذن مريم. لدينا هنا وردة فهو نبات. إذن نصل بخط. واسم جماد علم، يعني هو اسم لشيء لا يتحرك مثل العلم. إذن ننتقل. أختار كلمة من كل مجموعة وأركب ثلاث جمل تبتدئ بأفعال. إذن لدينا صاح، أشرقت، أذن. إذن صاح الديك، أشرقت إذن الشمس، أذن المؤذن. إذن صاح الديك، يعني هنا نحاول ما أمكن نكون جملة فعلية تتكون من فعل صاح ومن اسم الديك. إذن أشرقت ماذا؟ الشمس. إذن فالشمس هو اسم، أشرقت فعل، أشرق. إذن أذن المؤذن، المؤذن. إذن أذن هو فعل، المؤذن هو اسم. إذن أحاكي الأسلوب الآتي. إذن أحاكي يعني نديرو بحال هذا الأسلوب، نحاولوا ما أمكن نركبوا واحد الجملة، نحتفظوا بهذه الكلمات أو الحروف اللي بالأخضر، ونديرو بحال هذا التركيب نتاع هذه الجملة. إذن لا أزعج صديقي ولا أخاصمه. إذن يمكن أن نقول لا أخاصم أختي ولا أضربها. ويمكن أن نقول كذلك لا أرافق أصدقاء السوء ولا
أقلدهم. إذن ولا أقلدهم. ننتقل رابعا، أضع علامة في أمام الكلمة التي ليست من عائلة حسد. لدينا هنا حسد، حاسد، حسد، لدينا هنا جسد. إذن كلمة جسد ليست من عائلة حسد، محسود. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الفيديو. نتمنى يكون الفيديو واضح ومفهوم، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.